الأخت الفاضلة، خلال ممارستك الرياضة ما هي الشروط التي يجب توفيرها؟ من أهمها هي شرب الماء، فهل أن شرب الماء أثناء التدريب مهم جدا؟ طبعا نعم، لأن شرب الماء يساهم في تجديد الخلايا في الجسم، كما ينظم درجة الحرارة بالجسم، ويعمل على تنظيف الدم أو تخلص الدم من السموم والرواسب، كما يساهم في ترطيب المفاصل وليونة حركتها، مما يحميها من الإصابة بالكدمات. طبعاً إلى جانب كل هذا، لابد من تعويض نسبة السوائل اللي تخلص منها الجسم، اللي طلعت يعني عن طريق العرق، بشربك الكافي للماء، وبالتالي تكوني حافظتي على جسمك بتوفير نسبة أو كمية اللي هي لابد من توفيرها يوميا بمعدل من 2 لتر إلى 3 لترات باليوم، أي 8 أكواب 160 مللتر ماء. طبعا هنا الهدف من وراء كل هذا هو الحصول على أداء حسن يعني خلال ممارستك للحصة الرياضية، وعدم شعورك بالإرهاق نتيجة ارتفاع الأملاح بالجسم، مما يساهم في تصلب العضلات بصفة سريعة. فننصح أختي الكريمة بشرب الماء أثناء وعلى كامل اليوم وبعد التدريب. إن شاء الله نكون أفدناكم، نشكركم على الحضور، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.